صباح الخير مشاهدينا. بتتميز مدينة الفحيص بتاريخها العريق الضارب بالقدم، مواقعها التاريخية القديمة بالإضافة إلى البيوت التراثية اللي أصبحت مراكز ثقافية فنية سياحية. خليكم معنا مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر على هذه البيوت التراثية. صباحكم سعيد. لحتى نتعرف أكثر على تاريخ الفحيص العريق معنا الآن المختار فهد الداود أبو مازن حتى يعرفنا أكثر على هالمدينة الرائعة المتميزة. عم أبو مازن نحكي لك صباح الخير، حابين تعرفنا أكثر على الفحيص وتحكينا عن تاريخها وبعض العادات والتقاليد الموجودة فيها. الفحيص اسم على مسمى، هي وماء اسمين موجودين من محس وفحص، هذولا في عندهم ذكاء بحال ما يجيهم ضيف غريب شيء بفحصوه بمحصوه بيعرفوا طبيعته حقيقته أخلاقه من وين هو، لذلك سميت الفحيص بالنسبة لفحص وماحص بالنسبة لمحص، الفحيص وماحص من فحص ومحص، هذا اسمها التاريخ الأساسي. الفحيص وماحص أساس التعاون التعايش الإسلامي المسيحي من دور الدنيا، ما حصل فحيص سوى امان، فرحنا فرحهم وفرحهم فرحنا، عزانا عزاهم عزاهم عزاهم، اثنين متعاونين في لواء، لواء ما حصل فحيص، تعاون قديم جديد. الفحيص تاسست قبل 300 عام، الفحيص لها تاريخ قبل 5000 سنه مع تاريخ الاردن، مع الغزوات مع الدول الأجنبية كانت الأردن ممر للقوافل الجاية من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، فكان اسم الفحيص يظهر مع اسم الأردن من قبل 5000 سنة. اتطورت الفحيص للعمار، العمار القديم كان قوسة أو عقدة اسمها من الحجر، وبعد ما يبنوها ويعملوا القوسة يسفوها بالخشب، يحطوا بالصيف وخشب وفوقيها طين، وهذه عرض المالي بحدود متر او 80 سنتي، هذه عمار دايم قديم، وكانوا كمزارعين يسوقوا فيه. من 100 سنه لليوم تطور العمار، صار عندنا التعمار الحديث، في عندنا بيوت عمرها 100 عام كانك معمرها اليوم. معنا الآن ماري حتر لحتى تعرفنا أكثر على أهمية البيوت التراثية في مدينة الفحيص. نحكي لك صباح الخير، حابين تعرفينا أكثر على هالبيوت التراثية العريقة اللي بتمتد تاريخها لمدة طويلة وأيضا أصبحت معالم يعني جدا بارزة في مدينة الفحيص. هذه البيوت هي البيوت كانت قلب الفحيص والمدينة القديمة اللي لا زال الجميع يشعر بالحنين ويعود إلى هذه المواقع. هذا البيت كان للأب الكاهن عيد السويس، وكان من البيوت الأثرية من يعني شيد من في أواخر القرن الثامن عشر، واستمد هذا البيت بالمحافظة عليه من قبل الكاهن وأبنائه وتوارثنا من جيل لجيل. هذه البيوت هي بنيت من الطين والحجر ومن المكونات الطبيعية للمواد في هذه المنطقة، وتمتاز بجدرانها السميكة، فكانوا يؤمنون أنه ما يحمي من القر يحمي من الحر، يعني إنها تكون في البرد أنه ما تسمحش بدخول البرود الكثيرة لداخل البيت، والحر على أساس أنه نفس الشيء لما يكون الطقس حار جدا ما يتأثر من بداخل البيت. هذه البيوت تمثل هوية مدينة الفحيص، لأنه عندما نسترجع التاريخ والحضارة لهذه المدينة وعراقتها نجد
في هذه البيوت التاريخ الذي نفاخر به. من أجل الحفاظ على البيوت التراثية أصبحت مراكز فنية ثقافية بالإضافة إلى مسارح. حتى نتعرف أكثر على هذه الأمور معنا الفنانة نعمة الناصر، وهي مسؤولة عن أحد المعارض الموجودة في البيوت التراثية. نحكي لك صباح الخير، حابين تعرفينا على كيفية استخدام هذه البيوت التراثية وتم تحويلها والحفاظ عليها من خلال المعارض الفنية والمراكز الثقافية أو الفعاليات الثقافية اللي بتكون فيها. صحيح، أنا من يعني من ضمن الدراسة اللي درستها كنا لما يدربونا عد الرسم كانوا ياخذونا على الأماكن القديمة. درست في دمشق فكانوا ياخذونا على الأماكن القديمة في دمشق ونرسم البيوت القديمة والتراثية، وهذا الإشي حملته معي حتى لما تخرجت وأجيت على الأردن. فكنت أرسم كل مكان تراثي موجود في الأردن، ابتديت من إربد كراها لأني من إربد أنا، وحاليا يعني هي دائما مصدر وحي للفنانين. البيوت القديمة والبيوت التراثية القديمة هي مصدر وحي للفنانين، وهي اللي بتعطيهم الأفكار لأنها هي لها علاقة بذكرياتهم وحبهم الأول ومكانهم الأول ووطنهم الأول، فبالتالي هي دائما مصدر وحي للفنانين. وإشي طبيعي إنه المعارض تقام في هذه الأماكن. ميل على العبية وعلى روس البيادر واشرب